يعني تم اليوم يعني خلال هذا اليوم خلال هذه الساعات يعني توزيع الشيكات لفائده حاملين المشاريع المستفيدين برسم سنه 2020 واللي بلغ العدد ديالهم دابا 42 مستفيد ومستفيده اللي شملت جميع جامعات التراب الاقليمي. كذلك هذه المشاريع همت عده قطاعات مختلفه، استفدوا من هذه المشاريع خريجي التكوين المهني، شباب لهم دبلومات، شباب اخرين بدون شواهد. يعني كيف ما كعلم الجامع البرنامج الثالث المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وخاصه الشق المتعلق بتنميه الحس المقاولات واحداث المقاولات لدى الشباب، جاء استجابه للحاجات المليحه لهذه الفئه هذه. وكيف ما استمعنا خلال الشرح ان يعني هذا البرنامج يعني له شقين، الشق المواكبه القبليه ثم الشق المواكبه البعديه. في اطار شقه المواكبه القبليه يعني خضعوا هاد الشباب واحد العدد ديال التكوينات اللي استفدوا منها، وفي اخر المطاف يعني حاليا وصلنا لمرحله توزيع الشيكات اللي هي المرحله الحاسمه اللي من بعدها غادي يجي تنفيذ المشروع. بالتالي هنا غيجي الدور ديال المواكبه البعديه في شقها الثاني. اذا فالمواكبه البعديه الهدف ديالنا كامل هو مواكبه الشباب من اجل نجاح المشاريع ديالهم، وهاد المشاريع هذه كانت تقريبا المساهمه الماليه لهذا تمويل هذه المشاريع حوالي 3 مليون درهم، والحمد لله كنطمحوا يعني من خلال هذه المواكبه النجاح جميع المشاريع واللي تعود على هاد الشباب وعلى الاسر ديالهم بالفائده، وان شاء الله لا محاله انها غادي تتخلف واحد الصدى طيب لدى هؤلاء. شكرا.